السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 25 من سلسلة نهايات الدالة الأسية. إذا التمرين عبارة عن نهايات دالة أسية. الليميت ديال جذر مربع ديال واحد ناقص الإكسبونسيال ديال جوج إكس عندما يؤول إكس إلى صفر ناقص، يعني إكس أصغر من صفر. إذا أول مرحلة كنقوم بها هي التعويض المباشر. إذا التعويض المباشر غادي يعطيني الجذر ديال واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال جوج صفر أي ديال صفر على صفر، أي واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال صفر هي صفر هي واحد، إذا على صفر أي صفر على صفر، يعني هذا الشكل غير محدد. إذا خصنا هذا الشكل غير محدد نحيدوه. إذا هنا ممكن نضربوا في المرافق، اذا المرافق ديال المقام، دونك المرافق ديال الجذر عاده تنضربوا في الجذر وكنقسموا على الجذر. اذا هنا غادي نضربوا في المرافق، اذا الليميت ديال الجذر واحد ناقص ليكسبونسيال ديال جوج اكس على اكس مضروبه في الجذر ديال، او هنا ممكن نديرو كسر، اذا في الجذر ديال واحد ناقص ليكسبونسيال ديال جوج إكس على الجذر واحد ناقص ليكسبونسيال ديال جوج إكس، إكس يؤول إلى صفر ناقص. إذن ليميت الجذر في الجذر كيعطينا الجذر مربع ديال واحد ناقص ليكسبونسيال ديال جوج إكس الكل أس إتنان على إكس، وممكن هنا ندير واحد على الجذر ديال واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال جوج إكس. دائما النهاية في صفر على اليسار، إذا الإثنان كتمشي الأس كيمشي مع الجذر، كيبقى لنا الليميت ديال واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال جوج إكس على إكس مضروبة في واحد على الجذر ديال واحد ناقص جوج ناقص الإكسبونسيال ديال جوج إكس. إذن هنا إلى بالنسبة للنهاية المرجعية أو النهاية الأساسية، عندنا هاد النهاية ديال أو إكس ناقص واحد على إكس هي قريبة لهاد النهاية، إذن هنا ممكن نضربو في جوج في البسط وفي المقام، وكذلك ممكن نعمل بناقص واحد، إذن كتولي التعبير بهذا الشكل هذا. إذن كنعملو بناقص واحد في هاد البسط، يعني غيرجع ناقص جوج. إذا عملنا بناقص يعني الترتيب غادي يتبدل، أو الإشارة ديال الحدود غادي تغير، إذا غيرجع الإكسبونونسيال ديال جوج إكس ناقص واحد على جوج إكس مضروبة في واحد على الجذر ديال واحد ناقص الإكسبونونسيال ديال جوج إكس. إذا دابا غادي نعوضو بشكل مباشر، إذا النهاية تساوي، إذا النهاية ديال هاد التعبير هذا ليميت ديال ليكسبونونسيال ديال جوج إكس ناقص واحد على جوج إكس، هنا ممكن ندير تغيير التغيير المتغير، إذا غادي نوضعو جوج إكس كتساوي كون إكس، يعني عندما يؤول إكس إلى صفر ناقص راه حتى كون إكس تؤول إلى صفر ناقص، إلا عوضنا إكس هنا بوسيت إكس بالصفر راه حتى كون إكس كتمشي للصفر، وبالتالي هذه كتساوي ليميت ديال أو إكس ناقص واحد على كون إكس، إكس تؤول إلى صفر موان، إذن هذه تساوي واحد. ليميت ديال الجذر اللي كاين في المقام، إذا الجذر واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال جوج إكس في الصفر، إذا إلا عوضنا غيعطينا الجذر ديال واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال صفر، أي واحد ناقص واحد، ومادام عندنا الجذر فغيكون صفر بلوس، إذا دائما الجذر كيعطينا عدد موجب، إذا هنا غيكون صفر بلوس. علاش درنا صفر بلوس؟ لأن غنحتاجو واحد على صفر بلوس. إذا التعويض شنو غادي يعطيني؟ ناقص جوج مضروبة فاش؟ في واحد، والليميت ديال واحد على الجذر واحد ناقص ليكسبونسيال ديال جوج إكس في صفر موان هي واحد على صفر بلوس، أي هي زائد لا نهاية.
إذا ناقص جوج زائد لا نهاية كيعطينا ناقص لا نهاية. إذا هنا نديرو ناقص لا نهاية، وهنا نديرو التعليل لأن